الو. الو. ايوه. ازيك يا استاذ وسام؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ بلاش الاسم. طيب بلاش الاسم. كام سنه؟ 22. 22 سنه. مرتبطه؟ مخطوبه. مخطوبه عن حب ولا ارتباط يعني تقليدي؟ هو المفروض عن حب قوي يعني. طيب احكي لي تحت امرك، قولي لي بقى ايه الحكايه. انا مش عارفه ابدا منين عشان هي في كذا نقطه يعني، وانا عايزه راي حضرتك فيها عشان انا مش عارفه انا اوصل لحرسه زي ما بيقول. لا احكي لي تحت امرك. انا بقالي 7 سنين بين ما فيهم الخطوبه يعني، بقالنا 7 سنين بنحب بعض. عملت كتير برضه عشان استنيت كتير وعملت حاجات كتير عشان الموضوع يتم يعني. خلاص خطبنا وكل حاجه بقت تمام يعني. بعد الخطوبة كده يعني ب6-7 شهور بدأت أحس إن الدماغ ما بقتش زي بعضها. طريقة التفكير ما بقتش زي، أو أنا مثلا يعني أيام ما كنتوا متصاحبين كانت الدماغ زي بعض، لما اتخطبتوا الدماغ بقت. عشان كان سني صغير يعني، كان عندي 17 سنة. يعني أنت اللي اتغيرتي ولا هو اللي بقاش بيفهمك؟ أنا حاسة إن أنا بقيت خلاص، أنا كبرت دماغي وطريقة تفكيري، حققت حاجات في حياتي اتغيرت. ومثلا حتى لو حاجة طبيعية أو حاجة عادية ما بحس إن اللي قدامي بيفهمني. المهم حسيت إنه قلت لأ يعني، هي بس مرحلة كده وهتعدي. لأ المرحلة طولت كتير جدا. بدأنا بقى إحنا، أنا المفروض بقالي 3 شهور وهتجوز. فبدأت بقى أحس كمان بالاضافه للمشكله دي ان انا حاسه ان انا مش فرحانه او مش ملهوفه زي ما كنت هموت والخطوبه الثانيه. فواقفه دلوقتي المرحله، حاسه ان احنا بنعمل اي حاجه للجواز دي، حاسه هو مش مبسوط. ولما اساله هل انت مش مبسوط، ما بيقوليش لا انا مبسوط كده، لا بيزعق وانا عادي شايفه الضغوط اللي عليا. هو الطريقه مش حلوه، حاسه ان في احتواء زي الاول. طيب انت سمعتي المكالمه الاولانيه؟ ما انا سمعتها عشان كده اتكلمت. بس يعني انت عارفه كم الخناقات اللي بيتخانقوها المخطوبين الخاطبين مع بعض على الاوكر والفرش ولون السجاده؟ طب ما انتوا هتجيبوا المطبخ، طب ما كان ماما قالت ان الستاير مش عارف فيها ايه، لا انا مش عاجبني كده، وانت باباك قال مش عارف ايه. دايما ده بلاوي زرقاء بتحصل. ده نعرف جوازه باظت علشان الاوكر بتاعت الابواب. بس بيبقوا مبسوطين وهم بيجيبوا اوكر الابواب يعني على الاقل. ايوه يا فندم بقول لك الجوازه باظت بسبب الاوكر. نزلوا يشتروا الاوكر رجعوا فاسخين خطوبه. بسبب لا هاخد الاوكره دي، لا مش هاخد الاوكره دي، لا دي هتتكسر، دي مش هتعيش، لا دي ضعيفه، لا دي شكلها ستيل، انا عايز اوكر مودرن، لا يعني دخلوا في متاهه كده حرام، باظت ام الجوازه عشان الاوكر. انا بقول لك الى جانب ان انت هتبقي متوتره، هو انت حاسه ان دماغك بقت كبيره جدا وانت بقيتي عاقله وخلافه، هو لا مش النقطه دي، بس بحس ان انا اللي قادره احل المشاكل اكتر وانا اللي دماغي اكبر. هو لسه دماغه زي ما هي، انا لا دماغي اكبر. يا ستي انبسطي بدماغه اللي زي ما هي دي، انبسطي بيها تمام. عشان هيفضل شباب وهيفضل عايز يخرج وعايز يهيص وعايز يهايبر وعايز ينبسط. لا مش كده، في حل المشاكل. هو لا بيحب يخرج ولا بيحب يهزر كمان. انا اللي بحب اهزر وكده. لكن هي الفكره في ايه؟ حل المشاكل، بحس ان انا اللي قادره اكتر احتوي المشكله واحلها. طيب لو حطيتي في دماغك ان انت دايما اللي قادره، هتحطي في دماغك ان انت السوبيريور، انت صاحبه الايد الكبيره في الحدوته. هتحطي في دماغك ان انا المدير اول ما انا حاسه بكده. لا ما تكبريش دي جواكي، كبريها جواه هو ان هو المدير، علشان لو كبرت جواكي هيبقى عندك الواد سيد الشغال، خد ياد روح، خد ياد هات، ودي ده في ايدك، خد الزباله وانت طالع. مش عايزين ده، احنا عايزين لما نتجوز تبقي متجوزه راجل مبسوطه بيه ومالي عينك. فما تاخديش البطوله دي، دور البطوله ده ما تلعبيش دور البطوله ده، لان انت فرحانه بيه دلوقتي او حاسه بكيانك دلوقتي، بكره هتلبسي اسود. فلازم تنمي ده جواه، اقعدوا حل المشكله سوا، ولما تلاقوا حل سوا قولي له تصدق انت بجد فعلا رايك ده كان ممتاز، تدي له ثقه في نفسه فهيبتدي ياخد خطوات. في ناس كتيره جدا بيبقى عايز يحل المشكله وخايف يحلها، بما ان حضرتك شخصيه قويه جدا وقياديه كده لا تلومي عليه. ايه اللي انت عملته؟ شفت؟ ما انت لو كنت سمعت كلامي كان حصل، ما هو لو كنت مش عارف ايه كان يوه حليها انت بقى، ما توجعيش قلبي.
طب ليه بقى ما ننمي ونكبر؟ ومش معنى انك بتنمي وتكبري ان انت الاذكى وهو الاغبى، لا خالص، ما تحطيش ده في دماغك. لا، هو ممكن يكون شاطر جدا في حاجات انت ما تفهميش فيها. يا جماعه، الاثنين اللي بيحبوا بعض وبيتجوزوا بيكملوا بعض، مش بينافسوا بعض ولا بيسوقوا بعض، بيكملوا